بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أرضي سود هذا بارك الله فيكم وسكول كيني قال إذا Today Secondary School is مادتي إنه ومادتي اللغة العربية حالنا هاي بمن تعلموا العربية فإنها من دينكم برت لغة عربية وهي إذا دين تنو كتالا القرآن كي حديث رسولك صلى الله عليه وسلم عربي وهي وحين قلنا اللغة العربية للصف الثالث الثانوي وقلاص كي فانتريغا ودرسي سيلاباد بإذن الله تعالى سينوار كي ناردي بيج كاس واحد غرم بسم الله الرحمن الرحيم وزيد ونعكسن سمردنا يكون في عن تهاي طيب ما أنت واحد ودينا هنا وحين نقول كنا الوحدة الثالثة تم تركيز الدحاب وأنا فترة اللباد قيبتي النحو هروح واحد نسوق هذا نعشر كي عوان كي سوها المثنى أنت واحد وقال إن الجمع المذكر السالم صدر كيسان هم كاسو حكو غرن النحو للصف الثالث الثانوي الدرس الثاني وعشر كيلو بعد جمع المذكر السالم وجمع هدينو معنينه جمع محال إلى هورين وصارقني والله بي يوحي كبدا المذكر واللب السالم بالبالي وجميع لبكا بالبالي مفرد كيسة أيوه كبد بالي إنه بربره طيب مركا عشر كين اللي بس سؤاله بكتوا بدونا سؤال شكو احنا قد نتجمع المذكر سالم ومحاتها سؤال شكو بعد نوح إنه قد نتا حالة بها إعرابته أو مرة جمع المذكر سالم كمخوية هاي عبدالله بين سؤال شيني وفركوه رأيني جواب تيلا جمع المذكر سالم أولا تعريفه هو قي حديثة وجمع المذكر سالم كمخوية هاي واتن جوابته هو وحوي اسم ومقع كمقع بين سوق باننا وحينو كبقينا هكا فتوضا نكبرانو محمد ومقع دل كتوسي على أكثرين كبدا من اثنين اللباء لبين كبدا بكتوسي لكن قرمو لبين كبدا كتوسي مقعاسي بزيادة واو ونون مركة ما يعلق دبدر واو ينون المحمد بها هيدا واو ينون أن يكون دبدر محمدون واو محمد يفر بضل أو ياي مكسور أما الله قد رمجي محمد هاي كسريسان ما قبلها حرف كوري أو كسريسي هاي ونون في آخره نون يا داي كسيدا بيسو إنك محمد بين صوق عضينا محمد وحيري قاعدة نمرك نمرنوا إسم وصحوه ومقع وإنه كتصال لبين كبدا لبين كبدا هدين دون نجم مدك السالم كينه كتصال لبار مدن قاعده جمع المذكر سالم أرض يوم أما بدون ما بغادة لسا أما ما جعينا النواء وينو اللي قدر يا أما وحال قدر يا يا أيو نون إني كان محمدون يرى قرن يوى وينو يا دينا محانا فنسا محمد دينا مركا قاعدة مركو كل شيء حكوري أو يا إن مكسور يا مكسور من ما قبلها يا أبي واحد كهر ريا وكسر يسيه دوتا محمد دي دينا ريا ونون في آخره يا أبي نوح كذا ما ينون هل كواحد غيتهم جمع ذكر سالم محاطة هاي ومجعي الله قدري واو ينون أما يا ينون ما شاء الله طيب وحينو وقبت بينا سؤال شيني لباد وهيد إني صح على ضد أيوم مرة جمع مذكر سالم ثانيا
amthilatu wa tusaalayaashiisii waxaalaatu icraabihi iyo xaaladii icraabtu maray saddex xaaladood ayuu maraa jamca mudakar asaalim xaalatu rafci waa ko waa yahay laba xaalatu nasbi saddex xaalatu ljar dayib haddaba saddexdan xaaladood waxaan isku dayaynaa iyagana inaynu si fiican insha allahu aynu uga jawaabno saddex xaaladood buu maraa xaalada rafce iyo xaalad nasbe iyo xaalad jar maxaa lagu rafciyaa jamac mudakar saalim waw baa lagu rafciyaa marka yurfacu bilwaw waw baa lagu rafciyaa maxaa lagu nasbiyaa wayunsabu bilyaa iyo abaa lagu fatxeeya maxaa lagu jaraa wayujaru bilyaa ayudan sidoo kale iyo abaa lagu jaraya haddaba markii hore waxay ahayd rabiixa alfallaaxu mufrad bay ahayd uu guulaystay beerqodihii oo iyanun ku dar alfallaaxuuna fallaaxu bay ahayd fallaaxun deeta maxay noqotay fallaaxuuna waxaa guulaystay beerqodayaashii najaxa waxaa rabiixa waxaa macaasheen fallaaxuuna beerqodayaashii najaxa waxaa guulaystay almujtahiduuna kuwii dadaalayay xadara waxaa yimiday almusaafiruuna kuwii safrayay taciba waxaa daalay allaacibuuna kuwii ciyaarayay haddaba rabiixa waa ficil maadi faaciilku muxuu inoaan jiray marfuuc fariid oo alfallaaxu bay ahaan jirtay laakiin maanta jamac mudakar saalim ee ka dhignay maxay noqotay alfallaaxuuna haddaba fallaaxu dammadaa ku jirta marka waxaa wansa alfallaaxuuna waa faacil marfuuc marka lagu weydiiyo calaamadiisii rafcuhu maada wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan wuxuu booska u hayaa can idamati dammadii liannahu maxaa yeelay wa ism mufrada liannahu waxa jiraa jamcu mudakar saalim liannahu maxaa yeelay wa jamcu mudakar saalim jamcu mudakar saalimkana waxaa lagu rafcinayay waaw marka waa la mid najaxa almujtahiduun almujtahiduun faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can idamma liannahu jamcu mudakar saalim labadan kalena waa la mid xadar almusaafiruuna iyo allaacibuuna majmuucatu baa maxaa lagu nasbiyaa jamca mudakar saalim wayunsabu bilyaa iyo abaa lagu nasbinaya waayahay nukrimu waxaynu karaamaynaynaa alfallaaxiina beerqodayaashii nuxibu waxaynu jecelnahay almujtahidiina kuwa dadaalaya nuwadicu waxaynu sagootinaynaa almusaafiriina kuwii safrayay nushajicu waxaynu dhiirigelinaa allaacibiina kuwii ciyaaray marka alfallaaxiin almujtahidiin almusaafiriin allaacibiin dhammaantood waxay yaallaan booskii mafcuulbihi buu holi jiray marka nukrimu dawa ficilkii mudaaric faacilku uu inoo qorsayo insha allah waynu gaari doonaa waa naxnu alfallaaxiina waa mafcuulu bihi mansuub wacalaamatu nasbihi calaamadiisii fatxada lagu weydiiyey oo waxay ahayd nukrimu alfallaaxa ayuu mufradkeeda ahayd dajada jamac baa laga dhigay nukrimu lfallaaxiina marka alfallaaxada fatxadaas fatxadaas maanta maxaa meeshaydii degay yada waxaansa waa mafcuulu bihi mansuub wacalaamatu nasbihi alyaa liannahu ha niyaabatan can ilfatxa niyaabatan can ilfatxa liannahu jamcu mudakar asaalim waxaa kula mid almujtahidiin waxaansa waa mafcuulu bihi mansuub wacalaamatu nasbihi alyaa niyaabatan can ilfatxa waayahay ama can inasbi odhanaysa waxaa kaloo lamid ah almusaafiriin iyo allaacibiin xaalatu ljar wayujaru waxaa lagu kasraya bilyaay ya majmuucatu jiim narjuu waxaynu rajaynaynaa alkhayra khayrka waxaynu u rajaynaynaa lilfallaaxiina beerqodayaasha nusallimu waxaynu salaamaynaa cala almusaafiriina musaafiriintii mithni waxaynu ammaanaynaa cala almujtahidiina kuwii dadaalayay nanduru waxaynu eegaynaa ila allaacibiina kuwa ciyaaray maanta lilfallaaxiina cala almusaafiriina cala almujtahidiina ila allaacibiina dayib waxaansa lilfallaaxiin laamku waa xarfuljarkii alfallaaxiina waa ism majruur wacalaamatu jarihi lilfallaaxi bay mufrad ku ahayd wacalaamatu jarihi alyaa baa odhanaysaa
هي نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر السالم وحكولا من على المسافرين على المسافرين وجاري المجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر السالم. طيب حدونا مركا أرديبو إن إعراب تاني سقوى خريستو نموذج للإعراب واتصال إعرابا الصايحون كثيرون الصايحون ومبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم كثيرون وخبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم سنسأل الدنيا إن شاء الله هنا دي عربتان يرضى الله عن المحسنين يرضى فعل مضارع مرفوع بالضم المقدر على الألف الله وفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم عن حرف الجر مبني على السكون المحسنين اسم مجرور بعن وعلامة جره لأن نيابة عن الضم لأن جمع ذكر سالم الله ولي المتقين الله مبتدأ مرفوع ولي خبر المبتدأ المتقين مضاف إليه مجرور وعلامة جره لأن نيابة عن الكسر لأنه جمع ذكر سالم خيارة واحد سيد ديتني ولا خسن كريسان عريقة الله إله يا رجاء ويهي الله عنه ونكسن المناقشة والتدريبات وإذا كان كسر شقي إن شاء الله واحد يسلق هذا الني جمع ذكر سالمك صد حالة ضد المرء حالته هي صد حالة ضد المرء حالة الرفع مع حالة الرفعية وهو بالله الرفعية محل جدا ما يعني وين صودي جنبي وحدنا ننسى محل جو رفعية الواو محل جو النسبة يا محل جو ترايا. طيب هذا المناقشة والتدريبات. التدريب الأول عين على مدى جمع ذكر سالم المرفوع مركي هاي وبواو جبا دايمان سواء المنصوب يادي هاي والمجرور في العبارات التي وبين السبب سبب تشيب علامة الإعراب فيه يبتهج المصريون الانتصار نصر أكتوبر وحيكون في الحسين قوشي أكتوبر لم يعفو معافينا الأستاذ معلمك عن المقصرين وهي المقصرين المصريون يبلغوصوا يريك عشر كين الدمركة دقون نغطو من مرفوع بيكون نغاني منصوب مثل مجرور يفوز حكم القاضي بالسجن على المجرمين يفوز الرجال العاملون لا تصغي للكاذبين كان التلاميذ متنبهين. التدريب الثاني انتاسو حلبات دوليات كالقرطو اجمع الكلمات التي جمع مذكرا سالما وضع في جملة مفيدة البايعون المجتهد النجار الصياد السارق الحارس انتاس ايوب بإذن الله تعالى درسيين وكويدي وضع شقين في عام اليك هيا نديقتك هيا من عين صوقي جسان الدين هاي العضو وحنك قبحنا درسك لا تثق بذاكرتك مسكحة هذا هلاد عسناني اكتب كل شيء على ورقة شيء كسر الله وشرحه ورقتك وقر